عجلة التنمية في هذا الوطن العزيز تسير بخطى ثابتة واضحة المعالم تشمل كافة محافظات السلطنة. توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أثناء تفضله بلقاء شيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ جاءت لتؤكد هذا النهج الحكيم. هي بشائر الخير تؤكد أن مسيرة التنمية الشاملة مستمرة، وأن خطابات جلالة السلطان المفدى حفظه الله ورعاه قد رسمت خارطة الطريق لعمان المستقبل. برنامج تنمية المحافظات هو أحد الجوانب التي يعول عليها الشيء الكثير، وتأكيدا لحرص جلالته على ذلك جاءت توجيهاته السامية برفع المخصصات المالية لهذا البرنامج إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة. رفع الموازنة من 10 مليون إلى 20 مليون، وهذا إن شاء الله بيكون لها أثر إيجابي لتنفيذ مشاريع كثيرة في المحافظة بإذن الله تعالى. وأيضا نهتم بإذن الله تعالى بموضوع اللامركزية، تعزيز دور اللامركزية في المحافظة، هذا يساعد تسهيل إجراءات تنفيذ هذه المشاريع وتقليل من التكلفة وسرعة إنجازها. البعد الاجتماعي كان وما يزال حاضرا في السياسة الحكيمة لجلالته أيده الله، والتوجيهات السامية جاءت معززة لذلك. جلالته وجه بأهمية تقديم الدعم المالي المناسب لجمعيات المرأة العمانية ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية منها والخاصة، توجيهات تركت أثرا طيبا في نفوس القائمين على هذه الجهات والمواطنين أيضا. ثمن التوجيهات السامية الكريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بتقديم الدعم المالي لتطوير جمعيات المرأة العمانية ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل الاجتماعي الذي تحرص عليه حكومة سلطنة عمان، واستثمارا للطاقات والقدرات لدى أبناء المجتمع، مما سوف يعزز هذا الدعم من جودة الخدمات التأهيلية التي يقدمها مركز الوفاة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية البريمي. وأيضا سوف يدعم ويمكن المرأة العمانية في إبراز دورها الاقتصادي والتوعوي وتنمية القدرات والإمكانيات في المحافظة، ويحقق الأهداف المنشودة من إقامة جمعيات المرأة العمانية. ولأن المواطن عنصر رئيس في البناء والتطوير، فقد جاءت التوجيهات السامية مؤكدة للنهج الحكيم المتمثل في أهمية الاستماع إلى المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، هو جانب مشرق يعكس العمل التكاملي بين المواطن والجهات الحكومية لتحقيق تطلعاتهم لخدمة هذا الوطن العزيز. التوجيهات السامية التي قضت بمشاركة المواطنين وتفاعلهم مع ما تعمله الحكومة حقيقة يكمن في ثلاثة أوجه رئيسية. الوجه الأول هي أصل العلاقة القائمة بين الحكومة وبين المواطنين، قائمة على الشراكة وعلى التفاعل لا فقط على التبعية فحسب. الأمر الثاني أو الوجه الثاني هو وجه تحمل المسؤولية، بدءا من فهم مسؤوليات المواطنين والقيام بها، ومن ثم تحمل هذه المسؤوليات لصالح المجتمع. الأمر الثالث وهو استثمار طاقات المجتمع، هناك كثير من الطاقات والقدرات والإبداعات، متى ما أعطيت الفرصة للمشاركة فادت واستفادت أيضا لصالح المجتمع. وفي كل مرة يؤكد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بأن التوجيهات السامية ستحظى بمتابعة مستمرة من لدن جلالته، هذا الأمر سيكون أحد الركائز التي ستؤدي إلى تحقيق الآمال والتطلعات بعون الله. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي.